في سجل ثورات الشعوب يبزغ بعض الأسماء التي تثير الجدل وتترك بصمة مؤلمة في تاريخ التحركات التحررية والثورات. تظهر شخصيات تاريخية تترك بصمة سلبية، ومن بين هؤلاء الشخصيات كان حما زجة الذي يعتبر واحداً من أبرز الخونة لثورة الجزائر. ساهم حما زجة في تسهيل مهمات القمع والقتل ضد رفاقه الثوار الذين كانوا يناضلون من أجل استقلال الجزائر. سنشاهد في هذا الفيديو من هو الخائن حما زجة. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. يعتبر حما زجة رمزاً للخيانة والانحراف عن المبادئ الثورية، حيث استغل الثقة التي كانت تولى إليه من طرف رفاقه ليؤذي الحركة التحررية ويسهل مهمة الاستعمار في إخمادها. حرصت قيادة الولاية 5 على اغتيال بيغار حيث وجهت التعليمات من المغرب الأقصى، حيث قيادة الولاية إلى قيادة المنطقة 6 التي كان يرأسها أنذاك الصغير الجيلاني بضرورة تنفيذ عملية الاغتيال. وكلف بتلك العملية براسي قادة، وبالنظر لصعوبة تنفيذ عمليات الاغتيال والنتائج العكسية المحتملة المترتبة على ذلك، عمدت قيادة المنطقة إلى التخطيط لاغتيال الحارس الشخصي لبيغار زجة حما بن صالح من مواليد 3 مايو 1914 بباتنا. انتمى للجيش الفرنسي برتبة مساعد ضمن قوات المظليين، وخدم رفقة بيغار بحرب الهند الصينية. وبعد تحويل بيغار للجزائر التحق به زجة وشهد معا معركة الجزائر، وخدم كذلك معا بسجيجدة بمدرسة جان دارك التي ترأسها هذا الأخير ليصبح لاحقاً البروتوكول والحارس الشخصي لبيغار بمنطقة سعيدة. ولا زالت الرواية متضاربة حول المجاهد الذي نفذ عملية الاغتيال، إلا أن الراجح من تطابق الروايات أن منفذ العملية هو طيب محمد المدعو محمد البوشيكي، الذي عرف بشجاعته وحسه الثوري وعلاقته المحدودة مع محيطه الاجتماعي، وهي كلها عوامل ساعدت في اختياره لتنفيذ هذه العملية. وبالفعل فقد ترصد هذا الفدائي تحركات زجة ليتم اغتياله بحي لامارين بالقرب من الكشك في 19 مايو 1959 على 5:30 مساء. ورغم أن حما زجة قد حصل على مكاسب شخصية من خيانته، إلا أنه تارك للخلف سجلا من الخزي والعار في تاريخ النضال الجزائري. بهذا يذكر حما زجة كتاريخ حزين ومؤلم في قصة الثورة الجزائرية. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.